بالنسبة لمهنة النحل يعني كانت بالبداية يعني كهواية فقط، فاهتمينا فيها. يعني أنا صار لي أعمل في مهنة النحل قرابة 10 سنوات. مهنة النحل يعني في كان هون موجود عندنا النحل البلدي السوري، يعني بعدين أدخلنا سلالات من خارج سوريا، يعني تعبنا على هالسلالات هي طورناها. نحل الكارنيكا، نحل اللوكستيكا، هي سلالات أجنبية هجينة منتخبة، يعني فترة قصيرة بتنتج عسل كميات كبيرة. يعني شيء جميل، يعني لأول مرة تم عرض العسل في معرض وهيك، يعني ونحن في عنا طاولة هون تم عرض عدة أنواع مثل عسل السدر، عسل حبة البركة، عسل اليانسون، عسل الشوكيات. هدف المعرض هو دعم التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات النحل لما يعانيه النحالين في المنطقة من قلة تصريف منتجات النحل.